هذا وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي قد استقبل مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس. وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لليمن وشعبه الأمن والاستقرار. كما هنأ سموه فخامة الرئيس وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة اليمنية. بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة، متمنيا لها وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء. كما هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بنجاح قمة جدة العربية والقرارات الإيجابية التي تمخضت عنها دعما للشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بالدور السعودي الرائد لتعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الكلمة وحماية وتماسك المنظومة العربية ومؤسساتها الوطنية. وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس عاليا مواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب وإحلال السلام وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات. من جانبه أكد وزير الدفاع السعودي استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي في كافة المجالات، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق السلام والنماء لليمن. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والجهود الرامية لتجديد الهدنة وأحياء العملية السياسية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعن الجانب السعودي سفير المملكة لدى بلادنا محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف. كما عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي. وفي الاجتماع اطلع المجلس على المستجدات المحلية وناقش باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. كما ناقش الاجتماع مستجدات جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.